هذا وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير أن القمة الإسلامية حملت رسالة واضحة للعالم بأسره بإدانة الممارسات الإيرانية في المنطقة، مشددا على أن إيران لا تتصرف كدولة تريد أن تنال الاحترام. العالم الإسلامي يواجه تحديات كثيرة ويواجه فرص أكثر. التحديات كما تعلمون معروفة، التطرف والإرهاب، الطائفية، الصراعات التي تحدث، التنمية، الفرص هائلة. العالم الإسلامي ثلث البشرية، العالم الإسلامي حجم مساحة كبيرة من الجغرافيا في على الكرة الأرضية، يتمتع بقدرات طبيعية هائلة، في مثقفين ومتعلمين، في مؤسسات، في فرص هائلة الذي يجب أن نستغلها لنرفع مستوى المعيشي في الأمة الإسلامية. ولكن للأسف هناك من يخرب هذه الفرص، هناك من يسعى لنشر الطائفية، هناك من يسعى لدعم الإرهاب، هناك من يسعى ويمد ميليشيات إرهابية بصواريخ باليستية وطائرات بدون طيار، هناك من يتدخل في شؤون الدول الإسلامية، وهناك من لا يحترم القوانين الدولية ولا يحترم سيادة الدول ولا يحترم المبادئ التي قام عليها المجتمع الدولي على مدى قرون، وهو مبدأ عدم التدخل في شؤون الآخرين ومبدأ حسن الجوار. فهذه الدولة معروفة، إيران، والقمة الخليجية والقمة العربية أدانت إيران بشكل واضح جدا، والقمة الإسلامية أدانت التصرفات التي تقوم بها إيران، مثل أدانت الهجمات الإرهابية على السفن في خليج عمان، وأدانت الهجمات الإرهابية على مضخات البترول في وسط المملكة العربية السعودية، وغيرها من الهجمات ضد المملكة. فأنا أعتقد الحمد لله كانت رسالة واضحة لمن يقف وراء هذا العمل التخريبي، أن العالم، الدول الخليجية والدول العربية والدول الإسلامية ترفض ولا تقبل بمثل هذه التصرفات.